تصريحات الاثنين مدربين يا ابو علي، تصريحات شفتها مدرب عقلاني بيتكلم بخبرات سنين في التدريب، بيتكلم على مباراة، بيتكلم في أمور فنية، بيتكلم على تجديد دوافع للعبته وعلى دور الجماهير في مؤازرة فرقته، ومدرب يعني نقدر نقول بيتمتع بقدر كبير جدا من الغرور، ما يعرفش القيمة الحقيقية للنادي الأهلي، أو يعني ما قراش كويس عن النادي الأهلي. مدرب بيتكلم إن النادي الأهلي دايما بيشتكي، والنادي الأهلي لما بيتغلب، هو لو راجع التاريخ أو سأل نفسه هيلاقي ان تاريخ صن داونز، كنت مع حضرتك هنا وحضرتك قدمت فيديو جراف خاص ببطولات صن داونز، اكنك كنت حاسس يعني، سبحان الله يا كابتن، لا تاريخ والنهارده بطولات صن داونز وتاريخ بطولات النادي الاهلي، يمكن صن داونز كلهم ما على فكره. حققش. عايز اقول لحضراتكم حاجه بقى سر، هم ما كانوش عايزين نعمل كده. انا انا قلت قلت ايه لهم عشان ما يبقاش فيه توتر وما، لكن الراجل اللي بيعمل حاجات مش طبيعيه. قلت لهم يا جماعه فرق ده 50 ثانيه، النادي الاهلي 50 ثانيه والتاني 27 ثانيه على كان ما حاجه اتذكر حاجه بسيطه. كده. اهو ففرقة ما حققتش في دوري ابطال افريقيا الا بطولة واحدة على حساب نادي الزمالك في 16 2016، والنادي الاهلي متوج ب 11 بطولة دوري ابطال افريقيا، بخلاف طبعا الكونفدرالية، بخلاف دوري ابطال الكؤوس، بخلاف السوبر، بخلاف تاريخ كبير جدا. مقارنة تكون ظالمة لو حطيت النادي الاهلي في مقارنة مع فريق صن داونز. فالراجل بيكلمنا النهاردة عن الاهلي بيشتكي والاهلي دايما لا، وانا بيتظلم. جبت له تصريحاته النهارده في جنوب افريقيا في الشهرين الاخرانيين، قد ايه اشتكى من الحكام وقد ايه اشتكى من اللعيبه الدوليين ما بالظبط، لسه بيجيبوش. كده لسه كابتن نفس قدموا الكلام على شكاوي فكره. كتير برضه، وقدموا شكاوي كتير قبل كده. والاهلي بيتغلب من مين؟ يعني انا دلوقتي لما السنه اللي فاتت انا بطل دوري ابطال افريقيا، السنه اللي قبليها خارج من الفاينل بالقصه بتاعت الاستاد باللي حصل، السنه كان اللي مباراه قبليها واحده مش مباراتين، بتغير بالظبط النظام بتاعها في وسط اللي البطوله. قبليها، اللي قبليها انا البطل، اللي قبليها انا البطل، فانت بتكلمني انا اللي مغلوب؟ لو انت طموحك او انت شايف نفسك كمدير فني، فرحتك او التوهج بتاعك او قمه انتصارك ان انت تتخطى النادي الاهلي بدور شكرا. المجموعات او تكسبه، فانت اوريدي ممكن تكسب، وممكن تكسب زي ما كسب 5، لكن في الاخر مين البطل؟ مين اللي بياخد البطوله؟ فانا شايف انه مدرب مغرور، ورساله لعيبه النادي الاهلي، وانا عارف ان هم شافوا تصريحاته وشافوا احتفالاته في جنوب افريقيا، والكلام ان هو مش عايزين نفرح، انا مدرب فايز. هو لو يعرف كويس قوي ان المباراه من شوطين مش هيقول انا فايز، انت كسبت شوط من شوطين. النادي الاهلي قادر بكره بلعبته بخبراته بشخصيه النادي الاهلي بجمهوره بالمؤازره اللي هتبقى موجوده بكره، انه يرد على مكوينه وعلى التصريحات بتاعته اللي استفزت يمكن كل جماهير النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. واتمنى ان هي تبقى، عارف يا كابتن، سبب من الاسباب، او تدي اللعيبه طاقه ان هي تطلع 200% من مستواها بكره باذن الله.